بداية وعلى غرار الشعوب الإسلامية قاطبة، يحتفل الشعب الجزائري اليوم بعيد الأضحى المبارك. بالمناسبة أدى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون صلاة عيد الأضحى بجامع الجزائر بالعاصمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولدى وصوله إلى جامع الجزائر استقبل السيد رئيس الجمهورية من قبل عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسم الحسني ووالي العاصمة. والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا حول ولا قوة. السيد رئيس الجمهورية أدى صلاة عيد الأضحى بحضور كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول، الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الحكومة، إلى جانب مستشاري سيد الرئيس وممثلي السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر وجموع من المصلين. أدى رئيس الجمهورية صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الجزائر بالمحمدية بالعاصمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم. عميد جامع الجزائر وفي خطبة العيد دعا إلى التسامح والتراحم وأبرز فضائل شعيرة الحج ومعانيه السامية، وذكر المصلين بمقاصد عيد الأضحى المبارك وما يحمله من معاني الفداء والتضحية، كما استحضر ما يجري في أرض الأنبياء فلسطين من احتلال وتعد على حقوق الشعب الفلسطيني من طرف عصابة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن الأمل باسترجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يزال قائما بفضل شعلة الجهاد المقادة في نفوس الشعب الفلسطيني، مشيرا ومشيدا بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية. هذا يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى، عظم الله أمره ورفع قدره وأكرم فيه أمتنا بكرامات توجب شكره، له المنة والشكر على جليل نعمه وجزيل عطاياه. إن معاشه خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام من معاني الفداء والتضحية لهو سنة ماضية في الأمة المحمدية تتجسد في كل حقبة من تاريخها وكل مرحلة من مراحل وجودها. وانظروا رحمكم الله
إلى ما يجري اليوم في أرض الأنبياء، في أرض الإسراء والمعراج، في أرض فلسطين. ونحن في الجزائر المجاهدة دولة وشعبا نحس بما يحسون وندرك ما يدركون من عدالة القضية واليقين بالنصر المؤزر والفتح المبين. والجزائر بفضل الله كما لمت شمل الفصائل الفلسطينية بالأمس هي اليوم تسعى دون هوادة وتواصل المرافعة والدفاع عن قضيتهم العادلة في المحافل الدولية بعناية وتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ليتلقى بعدها رئيس الجمهورية تهاني العيد من قبل كبار المسؤولين في الدولة وممثلي سلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد ببلادنا وجمع من المواطنين.
هذا وهنأ بالمناسبة رئيس الجمهورية عبر حسابه الخاص كل قوات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني جاء فيها: عيد أضحى مبارك لكل قوات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني عبر كل الوحدات والنواحي العسكرية، خاصة أولئك الأشاوس المرابطون على أطراف حدودنا، كل عام وأنتم بخير. وبالمناسبة ذاتها هنأ رئيس الجمهورية عبر حسابه الخاص كل أفراد ومنتسبي سلاح الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك جاء فيها: أتقدم بخالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى لكل أفراد ومنتسبي سلاح الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير والبركة. رئيس الجمهورية وعبر حسابه الخاص هنأ كل الأطقم الطبية وشبه الطبية وعمال القطاع الصحي جاء فيها: أتوجه في هذا اليوم المبارك لكل الأطقم الطبية وشبه الطبية وعمال القطاع الصحي لا سيما المناوبون بالتحية والتقدير، عيد أضحى سعيد لكم جميعا. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك هنأ رئيس الجمهورية الشعب الجزائري والجالية الوطنية بالخارج وحجاجنا الميامين في كلمة وجهها أمس إلى الشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة: أتوجه بهذه المناسبة بتهاني لكل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن ولجاليتنا في المهجر و لحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة، متمني لهم قضاء هذه الشعيرة في أحسن الأحوال. رئيس الجمهورية هنأ الأمة العربية والإسلامية جمعاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما أهني بهذه المناسبة الأمة العربية والإسلامية قاطبة، وخصوصا أشقاءنا في فلسطين المحتلة والجريحة، سائلا الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم وأن يشفي مصابين وأن يرحم شهداء فلسطين. وبالمناسبة دائما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تبادلا من خلالها تهاني عيد الأضحى المبارك، متمنين للشعبين الشقيقين مزيدا من الرخاء والتقدم. وأجواء عيد الأضحى عبر الوطن تطبعها مظاهر التآخي والتآزر والتسامح. مالك ذي الرحمون ينقل لنا بعضا من هذه المظاهر من العاصمة وأجواء العيد وسط الطلبة الجامعيين الأجانب بالإقامة الجامعية. وسط أجواء روحانية دينية تعالت أصوات رواد مسجد كتشاو العتيق بالعاصمة بالتكبير بمختلف التلبية، مكبرين ومهللين رب العرش العظيم منذ فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بخير والأمة الإسلامية كامل إن شاء الله، وإن شاء الله رب العالمين يعيدوا علينا بالخير والبركات، وإن شاء الله نعيدوا كامل جميع الدول الإسلامية وخاصة بالجزائر وإخواننا في غزة نورما، ربي يحفظهم إن شاء الله ربي ينصرهم. عيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير والأمة العربية الإسلامية، وإن شاء الله الشعب الفلسطيني بالدعاء هذه إن شاء الله والأمة قاع إن شاء الله بخير. صح عيدكم، كل عام أنتم بخير، لا قبل من الجاي. صح عيدكم، تقبل الله منا ومنكم، كل عام أنتم بخير، تعيدوا وتعودوا إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي يحرروا أخواننا فلسطين، إن شاء الله يعيدوا ويعودوا، إن شاء الله يتحرروا، إن شاء الله ربي يحفظكم. أجواء أخوية، عناق وتغافر، ليتوجه بعدها المواطنون إلى نحر الأضاحي وسط أجواء من البهجة. صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحة والهنا يا خويا جميع الأمة الإسلامية، يا خو أعاد الله علينا وعليكم إن شاء الله. صح عيدكم خويا، تعيدوا بالصحة والهنا، بحياتكم حياة الوالدين، العقوبة العام الجاي إن شاء الله، مرحبا بكم في حومتنا، وهذو هما الأجواء تاع الأضحية. الطلبة الأجانب بالعاصمة عاشوا أجواء عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور. والجزائر بلد مليح ما شاء الله، وأجواء صراحة مليحة، والفعاليات في الإقامة الجامعية كانت راح تكون إن شاء الله حلوة. أحب أهني بلدي من الجزائر بحلول عيد الفطر، بحلول عيد الأضحى المبارك، وأحب أهني الأمة الإسلامية جميعا يا رب.
شاهدنا عملية نحر الأضحية وأعجبتنا الأجواء كثيرا. الجزائر بلد مضياف، الأجواء هنا جميلة جدا ونحن سعداء. الحمد لله، عيد مبارك. للعيد مقام رفيع عند الجزائريين، ليس فقط لكونه شريعة دينية، بل فرصة لإدخال الفرحة في قلوب الأطفال وصلة الأرحام. إلى البقاع المقدسة، حيث بدأ جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، بعد أن أقبلوا راجلين وركبانا مع إشراقة صباح هذا اليوم العاشر من ذي الحجة. مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور بعد أن من الله عليهم بالوقوف أمس على صعيد عرفات الطاهر. وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج وباتوا ليلتهم في المشعر الحرام بمزدلفة. ورمي جمرة العقبة تعد أولى الجمرات التي ترمى في أول أيام العيد ابتداء من وقت الضحى وحتى الغروب، ليواصل الحجاج إكمال مناسكهم أيام تشريق الثلاثة. إلا من تعجل منهم فبإمكانه الذهاب إلى الحرم المكي الشريف ليطوف طواف الوداع بعد رميه للجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وفي تطورات الوضع في غزة، ضربت المقاومة الفلسطينية أمس بقوة، حيث تمكنت من القضاء على ما لا يقل على 11 جنديا صهيونيا، بينهم 8 في عملية استهدفت جرافة وناقلة جند قرب تل السلطان وحي أو الحي السعودي غرب رفح، كما قتل جنديين وسط القطاع، بينما هلك آخر متأثرا بجراح أصيب بها مطلع الأسبوع. في سياق آخر، واصل الاحتلال ارتكاب مجازر في حق المدنيين، حيث ارتقى ما لا يقل عن 19 شهيدا في قصف على حي التفاح والشجاعية بمدينة غزة. بدأ نأتي لختام هذا الموعد الإخباري، العودة إلى زميلة عفاف بن دادا وتتمة برنامج ما بعد المنتصف. إليك.